افريقيا هيبقى معانا دلوقتي الصحفي التونسي امير بوكا، نتكلم معاه عن البطوله الافريقيه اللي بتعتبر هي الاهم لجميع الانديه في القاره. برحب بيك يا فندم على شاشه قناه النادي الاهلي. مرحبا بك سارة محسن، وتحياتي ليك ولكل مشاهدي قناة الأهلي. عايز أعرف توقعاتك في البداية كده لمباريات نص نهائي دوري أبطال أفريقيا في صراع مصري مغربي، يعني الأهلي مع الوداد والزمالك مع الرجاء المغربي. توقعاتي أو أمنياتي؟ لا توقعات. طيب التوقعات بصراحة بدون مجاملة، مش لأني موجود مع قناتكم حاليا، ولكن أتوقع الأهلي المصري هو بطل أفريقيا الموسم الحالي. الأهلي اللي تعود دائما أن يكون موجود فوق منصات التتويج، ودائما يعني مش غريب على جماهير الأهلي، يعني كنت أسمع فيك منذ قليل اللي الأهلي عود جماهيره الكبيرة طبعا، وكيان حتى نقول اليوم الأهلي المصري نتحدث على كيان كبير اسمه الأهلي المصري، ومكانه دائما منصة التتويج في أفريقيا. فأعتقد أن الأهلي المصري سيكون، أتوقع النهائي سيكون مصري مصري بين الأهلي والزمالك، وأكيد كما جرت العادة سيكون الفوز الأهلي. طب وشايف ازاي لو النهائي فعلا هيطلع مصري خالص بين الاهلي والزمالك، هتبقى شايف اللقاء ده ازاي؟ لانها هتبقى اول مره تحصل في نهائي دوري ابطال افريقيا. اتوقع مهما كان اسم المنافس ساره في المقابله النهائيه، الاهلي لن يفرط في دوري ابطال افريقيا الموسم الحالي، يعني تذكروا اخر زوز مواسم صحيح توج الترجي الرياضي التونسي بالبطوله، ولكن الاهلي كان طرف موجود فيها في المقابله النهائيه الموسم الماضي، لا اللي قبله. الشيء هذا مش معتاد على الاهلي المصري، الاهلي المصري دائما يكون موجود في الدومي فاينل، اذا اقصي من نصف النهائي البطوله اللي بعدها مباشره يكون موجود في الفاينل، فلذلك اعتقد ان النهائي الموسم الحالي سيكون مصري فعلا للمره الاولى في تاريخ دوري ابطال افريقيا، النهائي بين الاهلي والزمالك. ولكن بصراحه مع كل احترامي لجماهير وحبايب الزمالك المصري، لا مجال للمقارنه بين زوز فرق. شوف انا اليوم كصحفي تونسي فما علي معلول في الاهلي المصري وفرجاني ساسي في الزمالك المصري، ولكن ما يقدمه علي معلول مع الاهلي المصري يفوق فرق كبير برشا بين ما يقدمه فرجاني مع الزمالك كذلك. طب لو اتكلمنا فنيا اكتر، ليه حضرتك بتاكد قوي ان الاهلي خلاص هياخد دوري ابطال افريقيا؟ ايه ايجابيات الفريق من وجهة نظرك والمدرب؟ الاستقرار على 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 في الرصيد البشري الاهلي، الانتدابات الناجحه جدا في الاهلي المصري، يعني شوف حتى يمكن بعض احباء الاهلي المصري زعلانين او متضايقين متقلقين شويه نقولوا بالتونسي من تعادل مقابله امبارح يمكن، ولكن هذه حال كره القدم ما بعد الكوفيد، ما بعد الكورونا، هذا ما يعنيش انه هذاك هو مستوى الاهلي المصري. نتوقع الاهلي المصري او ارشح الاهلي المصري ليكون بطلا للنسخه الحاليه لانه الفريق الاكثر جاهزيه، يعني شفنا احنا المقابلات حتى مقابلات ربع نهائي البطوله وشفنا حتى دور المجموعات، الاهلي المصري كان الفريق الاكثر جاهزيه بين الاربعه الموجودين حاليا. طيب شايف ان نظام مباريات الذهاب والاياب بدل من نظام المباراه الواحده هيكون في صالح النادي الاهلي او لصالح الانديه المصريه بشكل عام؟ في صالح الانديه المصريه لا، ونعاود نكرر مره اخرى احترامي لكل الفرق المصريه، ولكن في صالح الاهلي المصري طبعا، لانه نرجع ونقول مره اخرى الاهلي المصري كيان عظيم، اينما ذهبت في اي مكان في العالم ستجد معناها جماهير كبيره وغفيره جدا من احباء المصري، يعني تذكروا حتى كان فما احتجاج من الزمالك المصري والرجاء المغربي قبل قرابه الشهر عندما تحدث الاتحاد الافريقي على امكانيه اقامه المقابلات نصف نهائي ونهائي دوري ابطال افريقيا في دوله الامارات العربيه المتحده، يعني تذكروا حتى الاحتجاج كان بتعلت الوداد المغربي والاهلي المصري عندهم شعبيه جماهيريه كبيره جدا وضخمه في الامارات، ولكن مش في الامارات فقط، في كل دول العالم الاهلي المصري عنده شعبيه كبيره. الاهلي المصري كل مقابله عنده، يعني يمكن النظام الذهاب والاياب في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، الاتحاد الافريقي الى اليوم لم يحسم، يعني حتى بالامس تم الاعلان رسميا عن اصابه 6 لاعبين من لاعبي الوداد المغربي بفيروس كورونا، نتمنى لهم اكيد الشفاء ان شاء الله للامه العربيه الكل، ولكن الاتحاد الافريقي وقع في التسلل، يعني اليوم انت من المفروض ان يكون عندك بعض اسابيع باش يكون عندك نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، النصف النهائي باش يكون الوداد طرفا فيه. في البدايه كان توجه لاقامه مباراه واحده يعني لا ذهاب والاياب في 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 بلد محايد، نفس الشيء يطبق على الاهلي ولا والزمالك، والنهائي بنفس الوضعيه، لكن الاتحاد الافريقي تراجع بعد ذلك واقر لنصف نهائي البطوله سيكون ذهابا وايابا، والنهائي اذا كان فما موجودين زوز فرق حاضرين من نفس البلد يعني المغرب او مصر، سيقام مباراه نهائيه في البلد تاع زوز فرق،
وإذا كان الطرف في النهائي مغربي ومصري ستقام المباراة النهائية في بلد محايد. أعتقد لكل هذه الظروف الأهلي المصري نعرفه فريق يعيش تحت الضغوطات، فريق تأقلم مع الضغط، فريق يعني ما يأثرش فيه إذا كان يلعب في مصر أو خارج مصر، جماهيره دائما موجودة معاه، واللاعبين والخبرة والاسم التاريخي الكبير كذلك عند الأهلي المصري يلعب دور كبير في مثل هذه الأدوار. عايزة أسألك برضو، ليه غابت الأندية التونسية عن صراع الظفر بكأس القارة رغم أنها كانت متواجهة بصفة شبه مستمرة المواسم اللي فاتت؟ شوف ساره، ما يخفاش على 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 الراي العام وعلى العالم كله متابعي كره القدم الافريقيه، اولا صراع كبير جدا وجدال بين الاتحاد الافريقي لكره القدم والفرق التونسيه خاصه الترجي الرياضي التونسي. نرجع بيك قبل زوز مواسم، النادي الرياضي الصفاقسي تعرض لمظلمه تحكيميه صارخه في لقاء نهضه بركان المغرب، يعني في فندق اقامه الفريق 3 متاع الصباح 3 صباحا فتحت الانذارات وحريق وغيره، يعني صارت بلبله. بعد ذلك تفكروا المقابلة الشهيرة، انسحاب الوداد المغربي من نهائي دوري الأبطال بتعلت عدم عمل تقنية الفيديو المساعد أو الفار، هذا يكون عامله، لكن هذا ما يعنيش اللي هو السبب الرئيسي اللي غيب الأندية التونسية. الترجي الرياضي التونسي، خلينا نحكي على قطبي كرة القدم التونسية اللي عادة ما يكونوا متواجدين في دوري أبطال أفريقيا، الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي، الترجي الرياضي التونسي يعني فرط في ركائز أساسية في الفريق بعد تتويج بدوري ابطال افريقيا لنسختين متتاليتين، فرط في ركائز اساسيه، نحكي على امام بن محمد، فرانكوم، غيلان الشعلالي، انيس البدري، يوسف البليلي، يعني ركائز اساسيه في الفريق. مش من السهل ابدا، يعني صعب جدا انك تلقى التركيبه نتاع الفريق بعد تفريط في 5 ركائز اساسيه، يمكن هذا هو السبب الرئيسي للترجي الرياضي التونسي. بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي، المشاكل الفنيه، تغيير المدربين، المشاكل الاداريه في الفريق، المشاكل الماليه، الشكاوي من اللاعبين ضد الفريق، هذا كله ياثر على الفريق وياثر على مردود اللاعبين خاصه في المسابقات القاريه. أكيد بنتمنى عودة الأندية التونسية للمنافسة على البطولة القارية، بس عايز أسألك كمان، أنت قلت إن شايف إنه علي معلول متألق جدا مع النادي الأهلي، عايز أعرف بقى تألق اللاعب ده ساهم بشكل كبير في زيادة شعبيته أو شعبية النادي الأهلي في تونس؟ لا، هو شوف، هو عادة الجماهير التونسية قبل حتى انتقال علي معلول، نذكره حتى يعني أنيس بوجلبان، شوف شعبية الأهلي المصري عنده شعبية جماهيرية في تونس، يعني مش جماهيرية انه الناس تشجع الأهلي المصري ضد فريق تونسي، لا، القصد بتاعه انه الأهلي المصري كل ما يتنقل جماهير الأهلي المصري الغفيرة لتونس يلقاه دائما الترحاب من الجماهير التونسيه، يعني هذا لعراقه الاهلي المصري. ونعرف المواجهات التونسيه دائما كانت بين النجم الرياضي الساحلي والاهلي المصري، او الترجي الرياضي التونسي والاهلي المصري، وفي وقت من الاوقات كذلك النادي الافريقي. علي معلول وجوده حاليا في الاهلي المصري اكيد يخلي الناس يتابعوا اكثر الاهلي المصري، يتفرجوا ويشاهدوا ابداعات علي معلول، لان علي معلول بصراحه كان لاعب بارز في نادي الرياضي الصفاقسي وقدم الكثير لنادي الرياضي الصفاقسي، كان هداف البطوله في وقت من الاوقات، ونعرف البوست نتاع علي معلول او المركز نتاعه ظهير ايسر، يعني صعب انك تلقاهم اهداف، ولكن كان موجود في وقت من الاوقات قائد وهداف نادي الرياضي الصفاقسي. ولكن عند انتقال معلول للاهلي تحسن اداء علي معلول بصراحه، واصبح عنده نزعه هجوميه اكثر، ونشوفه فيه قاعد يتالق في مقابله تلو الاخرى مع الاهلي المصري، وهذا الشيء يؤكد، واذا دل على شيء فهو يدل على يعني بصراحه الفنيات الكبيره اللي عند اللاعب هذا، واللي هو يشرف كره القدم التونسيه احسن تشريف خاصه في فريق كالاهلي. بشكر حضرتك جدا الصحفي التونسي امير بوكا، كنت منورني ببرنامج السادسه، واكيد بنتمنى النادي الاهلي يفوز بدوري